أحد يفهم لغتي بهذا المكان. لا أجد من يفهمني لأنني لا أتكلم لغتهم. وين؟ أنت بخير؟ لحظة، لا تستطيعين الكلام؟ أي انظر، جوين في مشكلة. لما تفعلين هذا؟ جوين أضاعت كتابي، كتاب قوتي. ماذا؟ عندما أتكلم. حسنا، كلما ذهبت لأي مكان أخطئ طريقي في العنوان. غريب، ألا يفترض أن تكوني الشخص الأضخم مثلا؟ حسنا، لو لم تعمل القصيدة سأبحث هنا عن واحدة أخرى. أشعر أنها المخ وأنا العضلات. أليس معك الفضائي دارك ماتر؟ حسنا، وقت دارك ماتر. ألم تعمل ساعتك بعد؟ لا، نفذ الوقت منها. واو، كيف فعلت ذلك؟ لنوقفها قبل أن تنهي القصيدة. أريهم ماذا يمكن أن أكون وكيف سأخلف كل الظنون. أسيطر عليهم بالكلمات وأصبح ملكة على الملكات. ما الذي أسقطني؟ ما زلت معنا بالنسبة لهذه الكلمات؟ قلت لك من قبل لن تقنعيني أبدا بالعمل معك. وماذا عن خطة العمل المشترك في الصفحة الأخيرة؟ كيف تجرؤين؟ لم أعد أفهم أفكاري أنا. ماذا أريد؟ وما معنى كرم؟ كم أتمنى العمل معها رغم المسافات بيننا، وكم أتمنى الحديث إليها. معا سنحقق أحلامنا. توقفي! أستطيع الكلام؟ سأخبركما بخطتي. يا كيفن، لا وقت لدينا، القصائد لا تعمل إلا مقروءة. علينا أن نجد قصيدة لشارم كاستر نقرأها بصوت أعلى منها. أظن كي دوغ سوف ينفعنا الآن. استدعيه ليشغلها. فعلا كيفن، لتستعيد كتابك عليك أن تشغلها. واو، الصناديق لامعة وبالداخل فارغة. حسنا انتصرتي، لا تقرأي. لو توقفت سأساعدك. كنت واثقة في ذكائك. لنتعاون معا ونقضي عليهما، فلتكتب القصيدة بنفسك. أشفق عليك يا جوان، ستقضين بقية عمرك دون أن تدركي أنك فاشلة وأن أحلامك لن تتحقق. والآن تمكنت من كل شيء، اللعبة انتهت وأنا انتصرت. إحساس رائع، حققت كل أحلامي اليوم وحققت ماذا؟ هزيمتي مفاجأة النهاية؟ سئمنا من أفكارك الشريرة يا تشارم كاستر. الناس ليسوا لعبة، وحان دورك لتشعري بالخسارة. لا أريد سماع هذا. أتمنى العثور على بوابة الخروج من هنا. ها؟ حقا؟ لن أستمع لقصائد الوداع. إلى اللقاء. على الأقل استعدت دفتري. نعم، ورأيي أن قصائدك رائعة. أصدقاء اليوم أعداء الأمس. أوهو، تريد سماع أغاني جديدة. كيفن رقم 11 وليس 7 انضم إلينا ولتبقى لدينا. نشاز.